ايه دول؟ ايه المفاجأة اللي انت عملتها النهاردة دي؟ ايه دول؟ انت حضرتك عرفتيني باني مدير مؤسسة نبض الحياة، فانا النهاردة طالع اكلم السادة المشاهدين بالصفة دي، مش بأي صفة تانية، بصفتي مدير لمؤسسة نبض الحياة، وطالع اتكلم بقى ارد على اسئلة كتيرة جدا كانت بتجيلي انا شخصيا، وبتقلل المندوبين بتوعنا لما بيروحوا، وحتى بتبقى موجودة في اذهان بعض الناس وما بيسألوهاش. ايه نبض الحياة؟ ده احنا في 19 رمضان بقى لنا 19 حلقة بنطلع ولسه في ناس مش عارفة نبض الحياة؟ لا لازم نقول تاني ايه نبض الحياة. نبض الحياة مؤسسة أهلية معترف بيها ومسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي. أي حد يطلع يجمع من الناس تبرعات لازم يبقى معاه، عارفة أي حد بيتولد بيوصل الدنيا بنعمل له إيه؟ شهادة ميلاد. شهادة ميلاد، صح كده؟ أي مؤسسة خيرية عاوزة تجمع تبرعات لازم تاخد شهادة ميلاد، اللي هي اللي في إيديا دي، الكراسة الصغيرة دي، لائحة النظام الأساسي، دي شهادة الميلاد لمؤسسة نبض الحياة. بيبقى مكتوب فيها إيه؟ شهادة الميلاد بتاعة الإنسان، بيكتب اسمه واسم والده واسم والدته ونوعه وفصيلة دمه وكده. هنا مكتوب فيها إيه؟ اسم المؤسسة وغرضها وعنوانها ونشاطها ومين اللي مسؤول عنها. طب فتحنا كده هنا، مش عاوز اتكلم والختام العلاية دي كلها ايه؟ طبعا ختم شعار الجمهوريه وختم الاتحاد العام للجمعيات، ختم وزاره التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات. مكتوب فيها بقى حمله سقيا الماء، احد الانشطه التابعه لمؤسسه نبض الحياه من سنه كام؟ من 2014. حمله بناء المساجد، ده تاريخ الاشهار بتاعنا هنا، حمله بناء وتعمير وتشييد المساجد من سنه كام؟ 2014. انشاء المستشفيات وبنوك الدم من سنه كام؟ 2014. احنا كده جاوبنا على اول سؤال، شهاده ميلادكم، شهاده ميلاد نبض الحياه. طب شهاده الميلاد دي الانسان بقى لما يكبر شويه بيعمل ايه؟ بيشتغل بقى وبيشتغل يروح السجل المدني عشان يطلع بطاقه. ايه البطاقه دي؟ اللي بتديله الحق المدني ان هو يتعاقد مع حد، ياخد فلوس من بنك، يعمل كذا يعمل كذا. ده نفس اللي بيحصل في المؤسسات لما بنبدا نكبر وعايزين نشتغل بنشاط اوسع ونكلم الناس ونخاطبهم وناخد منهم تبرع في برنامج زي برنامج حضرتك هنا، بنعمل حاجه اسمها تصريح جمع مال. لان مش كل المؤسسات من حقها انها تجمع تبرعات، لا ده لازم يكون مر عليها اكتر من سنه. يعني ما تجيش مؤسسه مثلا طلعت في 2019 تعمل تصريح جمع مال، اعتقد ده ينفعش. لازم تكون مر عليها على الاقل سنتين ماليتين عشان الوزاره تثق فيها وتديها موافقه انها تتصدى للجمهور وتطلع. اذا بعد كده يبقى تبدا تشتغل وتثق ان كمان ان وزاره التضامن ان المؤسسه دي بتشتغل فعلا. مش هينفع اي حد يعمل مؤسسه النهارده ويروح يطلع تصريح جمع مال ويطلع في برامج ويجمع تبرعات، لازم يمر عليه على الاقل سنتين. طيب نبض الحياه من 2014، الوزاره هنا معايا تصريح جمع مال رقم 270 لسنه 2020. يعني السنه دي الوزاره وثقت في نبض الحياه للمره الرابعه وادتنا ترخيص جمع مال تاني من خلال التصدي للجمهور بايصالات نبض الحياه او عن طريق حسابنا في البنك. يبقى ده رقم قومي بتاع نبض الحياه. طب عاوزين نعمل توصيلات ميه للبيوت، هنروح نحفر بنفسنا ونوصل ونعمل والكلام ده كله؟ ده مش منطقي ومش طبيعي، لان احنا بنشتغل في دوله فيها مؤسسات فيها حكومه مهمتها توصل ميه للناس. طب والمجتمع المدني اللي هو احنا اهل الخير والمتبرعين يعملوا ايه؟ يعملوا حاجه اسمها بروتوكول تعاون. كنترول هيبدا يعرض صور من الورق اللي معاك دي على الهواء. هنبدا نعمل دلوقتي بروتوكول تعاون. ايه بروتوكول تعاون ده؟ يعني بنشبك ايدينا مع الدوله، نروح لشركه الميه احنا جهه معترف بيها ومسجله ورسميه وحاصله على ترخيص جمع المال و و والكلام ده كله، وانتوا يا شركه الميه عاوزين توصلوا ميه للفيوم، بس الامكانيات بتاعت المواطنين عشان يدفعوا الرسوم والكلام ده كله. استاذ اسلام انا عايز ده بقى ده اول شهاده ميلادكم. دي شهاده الميلاد، هي لائحه النظام الاساسي لكل الناس اللي كانت بتسالني على المؤسسه مسجله، ختم شعار الجمهوريه ده خاص بوزاره التضامن الاجتماعي. ده تصريح جمع المال، حضرتك الك نظر كده. ده تصريح طبعا جمع المال اللي هو صدر لسه من شهور قليله، من شهرين بالظبط. ده صدر ايه؟ ده اتجدد من شهرين عشان بس الناس تعرف ان احنا ده للمره الرابعه. ثقه السي في بتاعهم ولازم يفخروا بيه. ثقه وزاره التضامن الاجتماعي في المؤسسه للمره الرابعه. دي شهاده من الشؤون الاجتماعيه بتقول ان اسلام احمد امين ده مدير المؤسسة وان المؤسسة ما زالت قائمة وغير محظورة ولم تخضع لاي وقف نشاط. عارف حضرتك ممكن يطلع لي شهادة ميلاد بس الوزارة تفتش عليا تلاقي عندي شوية ملاحظات فتوقفني ولسه شهادة ميلاد معايا. لا هنا ده قرار بيقول ان المؤسسة ما زالت محترمة. قائمة وان كل التفتيش الدوري عليها ما زال بالعربي كده وبالبسيط وعلى بلاطة مؤسسة محترمة. دي اخر واحده الك نظره معايا. دي طبعا الانشطه بتاعه المؤسسه زي ما هو موجود كده مكتوب ان احنا بنجمع التبرعات وكذا وكذا لانفاقها في الاغراض المخصصه ليها. خلينا بقى نروح للبروتوكولات لو موجوده نعرضها. البروتوكولات موجوده استاذه، هو استاذ اسلام جاي يطمن كل اللي شاركوا معاه وكل اللي هيشاركوا معاه وكل الناس اللي طالعه، ما هي دي الامانه. صحيح، هي دي الامانه، هو ده اللي خلى تفاصيل يحط ايديه في ايد نبض الحياه. تعرض علينا جمعيات كتير جدا كتير جدا وبيتعرض علينا، في ناس مشينا وسبناهم وخدنا ضدنا في سنانا، وفي ناس ما بنتكلمش. احنا عايزين نعمل حاجه، انا عايزه البرنامج ده يبقى له محبه ومصداقيه عند الناس، مش عايزه حاجه تانية خالص.
انا بطلع هنا بكلمكم من قلبي، فكان لازم يبقى شريكي زي ده. طيب كمل. بروتوكولات التعاون. أيوه. يعني ايه بروتوكول تعاون؟ يعني بشبك ايدي مع الدوله مع الجهات المسؤوله. هم عاوزين يوصلوا ميه في الفيوم وعندهم 1000 بيت، بس القدره الماليه للمواطنين دلوقتي مش قادرين يدفعوا، فنروح نعمل بروتوكول تعاون زي ده كده مع مثلا محافظه المنيا، يوقع عليه رئيس المؤسسه عندنا ويوقع عليه كمان رئيس شركه الميه هناك في المنيا، ونقول فيه الادوار احنا هنعمل ايه وهم هيعملوا ايه. هتلاقيني جاي معايا مثلا ده بروتوكول تعاون المنيا اللي احنا بنعلن عنه هنا اكتر من مره، بيقول ان المؤسسه هي اللي هتمول مشروعات المياه والصرف الصحي في المنيا. هنا مثلا بروتوكول تعاون الفيوم، سياده اللواء هشام دره هو ممثل الشركه هناك، مضى عليه معانا ووثق في نبض الحياه انها تمول مشروعات توصيل الميه. أنا ده بقى لحضرتك بتوضح ان انت بتحط ايديكم كمؤسسات مجتمع مدني في ايد الدوله. ده دورنا، هو ده اللي لازم كلنا نقوم بيه كمؤسسات وكمعايير. حلو جدا. انا عاوز اعرض الحاجات دي بس بعد التقرير اللي هو تقريبا بيقول نفس اللي انا قلته ده عن ثقه وزاره الضمان الاجتماعي في مؤسسه نبض الحياه. لا انا شاغلني حاجه جدا، انا بساله وداخل عليا ايه ده كتير، قال لي ده السي في بتاعنا. ده السي في بتاعنا هم شويه دول، لكن عارفه دول السي في بتاع مين؟ مين؟ بتاع ال 19 يوم اللي فاتوا بتوع الساده المتبرعين. انت ليه دايما ناسي اللي احنا اشتغلنا قبل رمضان 6 شهور تقريبا؟ لا انا مش ناسي، بس انا بكلم الناس كل فتره بالفتره بتاعتها. تبرع رمضان ما ينفعش احسبه قبل رمضان، ما ينفعش اقول عليه انجاز دلوقتي. ده خلص قبل رمضان. خلينا انا لو هحسب للناس انجازات المؤسسه من يوم ما بدات هطلع واقول عملنا 5000 بير وعملنا 100000 وصله وعملنا كذا. لا احنا دلوقتي انجازات رمضان يبقى نطلع ملفات رمضان. فعلا انتم مطورين رقبتي قدام الناس، ربنا يبارك فيك، خليني زي سمسمه كده. احنا المؤسسه بتسعد بوجودها في البرنامج لان جمهور البرنامج الحقيقه كانه كان بالظبط متلهف على انه يلاقي باب خير يتبرع فيه. طيب. الحمد لله انا موجود معاك. انت اديتني ورقه من ده نموذج من السي في المتبرعين، ماشي؟ كل يعني اللي في ايدي ده مدينه ومركز صملوط، تمام، في محافظه المنيا. رقم الحساب طبعا المبلغ المحطوط كذا، بيان السداد كذا، ده الوصل اللي استلمه شركه المي. شركه المي اهو. لا احنا خلينا نوضح للناس اكتر ايه اللي بيحصل وبعدين حضرتك. البروتوكولات جاهزه اهي يا استاذ اسلام، وضحها للناس لان انا مش هعرف بصراحه ايه استفيد زيك. تمام. يلا. ده بروتوكول التعاون مكتوب عليه مؤسسه نبض الحياه كطرف اول، وشركه مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا طرف ثاني، بهدف ايه؟ توصيل خدمه المياه النقيه للاسر الاكثر احتياجا. مهمه جدا كلمه الاكثر احتياجا دي، مش بننزل بقى للعمر المجتمعات الجديده ولا للفيلل ولا للشقق، الاسر الاكثر احتياجا. طبعا ممضي هنا ومختوم من سياده اللواء اركان حرب هشام محمد دور. تمام جدا، تمام جدا. نرجع تاني لموضوع الملفات. أيوة. دي عن اذنك يا شباب نرجع تاني للملفات اللي محيراني دي. والله دلوقتي الخط السير بيحصل، بنطلع هنا بنعرض قريه محتاجه توصيلات ميه. امي بقى اتفرجت عليا ولا والدي ولا حد كبير ولا حد بيعمل صدقه جاريه واتصل وبعت مع المندوب بتاع نبض الحياه بايصال نبض الحياه تبرع. ايه اللي بيحصل للتبرع ده؟ بيروح فين؟ بيروح لشركه الميه، نقول لهم والله عندكم بيوت محتاجه توصيل ميه، فيقولوا لنا عندنا 100 بيت في القريه الفلانيه. ده في اقرار اهو يا استاذ اسلام. ده في بقى، هتلاقي الملف ده جميل جدا فيه كل حاجه. اولا في صوره الايصال اللي المؤسسه وردت بيه الرسوم للشركه. حلو جدا. وده بنبعته بالمناسبه للمتبرع، نقول له فلوس حضرتك جت من عندك وراحت للشركه. حلو جدا. ده الايصال الاخضر اللي في الاول. شكرا. هتلاقي بعد كده صوره بحث اجتماعي عامله مندوب المؤسسه في القريه. حلو جدا. بيقول بقى ظروف الشخص ده ايه، اذا كانت ارمله، عندها كم طفل، اذا كان عنده مصدر دخل، اذا كان كذا اذا كان كذا. وبعد كده هتلاقي عندك صور البطايق وشهادات الميلاد بتاعه الاسره. ماشي. وبعد كده هتلاقي عندك لو مستوى دخل الاسره ده مهم جدا، مهم جدا. والله قدامي. بعد كده هتلاقي بحث اجتماعي مهم قوي. بعد ما احنا نخلص البحث بتاعنا بنبعت للشؤون الاجتماعيه. حلو. بما انها المسؤوله اصلا عن الاوضاع الاجتماعيه والمعيشيه في كل الاماكن، وناكد تاني احنا بنتعاون مع الحكومه. فنروح للشؤون الاجتماعيه، الراجل ده بياخد معاش، الراجل ده عنده راتب، الراجل ده عنده قطعه ارض، مين يعرف التفاصيل الصغيره دي؟ هي الشؤون الاجتماعيه. حلو. ما نقدرش نوصل ميه لحد الا بعد ما ناخد ختم وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي موجود مع حضرتك، الحاله فقيره ومستحقه وتستحق الدعم. هتلاقي مكتوب كده عند حضرتك. وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت، نروح الشركة نودي الملف ناخد الإيصال، يبقى عندنا ملف زي ده لكل بيت وصلنا له مية. حلو جدا. يبقى أنا المجموعة اللي قدامي دي الملفين اللي لونهم أزرق دول 200 بيت. طب أنا معايا شهادة وفاة. دي أسرة من الأرامل. يعني دايما الناس تقول لنا وصلوا لي لحد أيتام هيشربوا وهياكلوا أيتام، دي شهادة الوفاة اللي بتقول إن الأسرة أيتام فعلا. يعني دي داخلة تبع البحث الاجتماعي بالظبط. تبع البحث الاجتماعي بالظبط كده. طيب أنا عايزة أقول لك الحاجة. يعني غالبا دايما يمكن جمهور يعرف ده، اما كنت بطلع بورق كتير بيبقى في مشكله، اما ورث، اما حد كان بيتخانق مع حد وصور محاضر، اما حد كل حد وسرق ونصب عليه، كنت بطلع بورق كتير. لكن مع نبض الحياه بصراحه اول مره في حياتي اطلع بورق، اول مره في حياتي. هقول لكم بقى، انا مبسوطه طبعا، مبسوطه ثقتهم في نفسهم، مبسوطه ان هم قد المسؤوليه، مبسوطة إن هما دايماً عندهم تقبل كشف الحساب. حلو ده، دايماً بيتحاسبوا، ده حلو، وبيعملوا لنفسهم، ده بحق الله حلو،
دايما بقولها، هم مجموعه شباب لكن زي الورد. نبض الحياه انا بشتغل معاكم من قلبي. صحيح. زي ما كل متبرع بيشوفكم وبيشوف الناس اللي انتم بتنزلوا تصوروهم من قلبه. عارفه انا ليه جبت الملفات دي النهارده؟ علشان متبرع من المتبرعين كلمني برضه من قلبه، وقال لي يا استاذ اسلام كلامك بنصدقه، بس ممكن يكون في حد بيتفرج وعاوز يشوف بعينه، انت مش هينفع تجيب ال 300 بيت اللي قلت عليهم في الحلقه اللي فاتت 300 بيت في 15 يوم وتحطهم هنا على الترابيزه. قلت له لا انا هجيب لك بقى ما يفيد بال 300 بيت. ان شاء الله. الاوراق دي كلها هم ال 300. النصيحه دي محافظه ايه؟ دي محافظه المنيا. منيا. ودول محافظه الفيوم. فيوم. الفيوم عملنا فيها ال 200 والمنيا عملنا فيها 100، ودي ملفاتهم. الملفات دي احنا بنعملها ليه اصلا؟ اولا للجهات الرقابيه اللي بتراقب علينا، اللي بتيجي تقول لنا وصلتوا لمين؟ اخدت فلوس منين؟ وديتوها فين؟ يجوا يشوفوا الملفات بتاعتنا ويدونا تصاريح تاني ويثقوا فينا للمره ان شاء الله المره الخامسه لما نقدم على التصريح جمع مال لمره تانية. نقدمها عشان لو في متبرع كريم قال لي والله يا استاذ اسلام انا بشوف البيوت بتاعتكم ناس معدمه، انا نفسي البيوت دي بعد ما دخلها ميه. انا نزلت معاك طبعا. انت ممكن يقول لي ايه؟ انا عاوز البيوت اللي انت وصلت لها ميه، عاوز بقى اروح اعمل لها سقف. او يقول له لا انا جاهز الملفات اهي، ادي اسم الشخص وادي عنوانه وادي بيته، روح على طول اعمل له السقف. يبقى انا عندي قاعده بيانات باسر فقيره ومعدمه، اهو اللي مش قادر يوصل ميه ده بيته شكله ايه؟ صح. بيته صعب جدا. يبقى انا عندي قاعده بيانات، حد بعت لي شنط رمضان او رايح موديها لهم، حد بيقول لي عاوز اجهز عرايس يتيمه، طب اجيب العرايس اليتيمه منين؟ افتح ملفاتي على طول. كان في ايدي واحد شهاده وفاه، اكيد دي عندها بنت من شهاده ميلادها، نلاقي عندها مثلا في سن الزواج، هم رايحين على طول مقدمين. اسماء الاسره بتبقى مكتوبه اكيد، لما دخلوا مكتوب اكيد اسماء الاسره. طب كل التفاصيل مكتوبه وموجوده في الابحاث الاجتماعيه ومسجلينها على الكمبيوتر كمان عشان سرعه البحث عن الحل.